السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير، وياكم علي العراقي. أعذروني على الانقطاع، بس صار عندي ظروف وما سمحت لي أصور أبدا. اليوم جايبكم هذا برنامج كين ماستر، شلون نخلي صورة خلفية أو صورة إطار للفيديو، يعني صور جانبية يمين ويسار، مثل هذه الصور اللي حتظهر أمامكم. هاي مثلا سألوني هواي شلون نسويها من الأندرويد، شلون نسويها من الموبايل بدون حاسبة. طبعا برنامج كين ماستر بي هاي الفيكة، ها هي الصورة واضحة، طبعا سويتها ملون يعني مو تبين يا هي. شلون تخلي إطار خلف الفيديو؟ هسه بهذا البرنامج كين ماستر حشرح لكم اياها الخطوات سهلة ان شاء الله. هذا هو البرنامج كين ماستر. طبعا البرنامج يدعم اللغة العربية، بس انا بحوله للتصوير اللغة الانجليزية. نضغط على الزائد هنا نقول له اغلاق او سكيب، منها تدخل على الميديا بروسيسر، تختار مثلا الفيديو انت اللي مصوره. شوف يا فيديو عندك مثلا انت مصوره، مثلا هذا الفيديو انا سويته، صورته سابقا وما بي اطار، ده تشوفون مثل ما تشوفون سواد منه ومنه يمين ويسار الفيديو. شلون نخلي صورة اطار يمين ويسار؟ طبعا ها صفحتي على الفيسبوك للمراسلة معي، اي هنا استفسار اسئلة طلبات، هاي صفحتي تقول رابط مالتها بالوصف. اوكي شباب، المهم هسه الفيديو شلون اخلي صور اطار جانبية لهذا الفيديو، هسه هشرح لكم اياها بالضبط. هنا شباب ترجعون الى بداية الفيديو، تضغط على اللاير او الطبقات. شلون تخلي يعني اطار؟ طبعا برنامج يدعم اللغة العربية، بس انا محاول انجليزي عنو التصوير. تضغط اللاير زائد الامج او الصور، تضغط عليها وتختار صورة من الاستوديو اللي تريدها انت. مثلا انا احط هاي الصورة مال غلاف مال يوتيوب، انت اي شعار تقدر تخليه مال غلاف اي شيء. طبعا هنا شو تسوي؟ تسحب الصورة تكبر وتصغر، وانت شلون تريد تراهمها تختارها مثلا حجم مناسب. طبعا هنا تقدر تخليه على طول الفيديو، شريطة بالاسفل سويت على طول الفيديو. اوكي شباب، تختارها هاي مثلا، هو الفيديو يعني فشيء بسيط، سواء دقيقة 20 ثانية 40 ثانية 40 دقيقة 10 دقائق، تمشي على طول الفيديو. تغير بالحجم، تسويها يعني بشكل مناسب ومرتب، تريد السواد يطلع ما يطلع حسب الحاجة. اوكي شباب، مثلا هاي هيك صارت الصورة. ترجع بعدين للبداية، تختار مثلا صورة ثانية، اي صورة مثلا تريد الصورة اللخة او يعني فشي مختلف بكيفك. هاي اقدر اسويها مثلا نص يمين نص يسار، يعني بكيف اقدر اسويها عادي. تختار حجم، تصغر وتكبر، سحب وافلات، تختار مثلا هيك. اقدر اخذ هذا الجزء مكتوب عليه علي والجزء الاخ العراقي، اطلع النصف الاخر من الاندرويد على اليمين وعلى اليسار. طبعا هنا تسحب مثل ما قلت على طول الفيديو، انت تحدد بكيفك. صار هالقد مثلا، هذا سد شغل الفيديو، حيصير بيه الاطار، اطار جانبي يعني يمين ويسار. حلو يصير فيه كحلو. شباب هواي طلبوا مني اسوي هذا الشيء، وانا اكيد لبيت لكم الامر او لبيت لكم الطلب. هذا الفيديو هيك صار، شرح شلون يصير حلو مال اطار جانبي من الاندرويد. مثلا هنا شباب خلصت الفيديو، هذا سويته تاني، حدد الصورتين، صورة مختلفة ومتشابهة بكيفك انت، تقول له حفظ الفيديو من علامة الشير. مثلا اختار اللي هو على السريع، هاي الفيديو خلاص شباب. هنا هسه شغله وشوفوه قدامكم، صار بإطار تشغيل. هذا الفيديو هسه سويته قدامكم بإطار جانبي يمين يسار. تختار اي صورة انت تريد، صورة متشابهة مختلفة، تريد رجل اندرويد اخضر باخضر، حسب انت فكرتك شلون تريد توصلها. هذا الفيديو هسه سويته قدامكم مال صفحتي هنا على الفيسبوك، تلقون رابط مالته بالوصف ورابط البرنامج ايضا مهكر بالوصف. اوكي شباب، اتمنى عجبكم الفيديو، كان فيديو صغير مدته اعتقد 5 دقائق فقط. اي اذا لهنا وصل لنهاية الفيديو. كان معكم علي العراقي، تحياتي.